بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة موريسكية مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفة ديال بريوش ولا معجنات، كيجيو قطنيين ومفشفشين بزاف كما كتشوفوها هما، بنكهة ديال الحوامض، البرتقال والليمون والشوكولاتة والزبيب. المذاق ديالهم رائع جدا، ما كيجيوش حلوين بزاف وخفاف، كيصلحوا للفطور وليدات وحتى في العمل مزيان. نديهم معانا ان شاء الله. نخليكم مع المقادير والطريقه اللي هي سهله جدا. مع المقادير عندنا 100 غرام ديال القشده الطريه، عندنا معها معلقه كبيره ديال القشره ديال البرتقال محكوكه، يعني تقريبا برتقاله كبيره محكوكه، عندنا قشره ديال واحد الليمونه حامضه، انا كانت عندي ليمونه خضراء، عندنا نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، بيضه واحده، وثلاثه ديال ابيض البيض. انا استعملت ثلاثه ابيض البيض حيت كانوا عندي شاطولي من واحد الحلوى. نتوما تقدروا تعملوا ثلاثه البيضات كاملين. معلقه كبيره ديال خميره الخبز. هذه هي المقادير الاولى. غادي نشوفوا دابا المقادير الثانيه ان شاء الله. غادي نضيفوا دابا ان شاء الله واحد الكاس صغير ديال الحليب، وغادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتها، ومن بعد نضيفوا ان شاء الله الطحين. الاخوات اللي ما عندهمش القشده الطريه ماشي بالضروره يستعملوها، يقدروا يعوضوها بكاس صغير ديال الحليب وجوج معالق ديال الزبده. انا استعملتها حيت كانت عندي متوفره، حيت تقريبا ملي كنصاوب شي حاجه ديال لاباتيسري ديال الحلويات كيبقى لك شويه ديال البيض، كيبقى لك شويه ديال الكريمه، كيبقى لك شي حاجات، هادوك كلشي كنستعملهم انا في البريوش، وكيعطيو نكهه اللي هي زوين. الحليب مزيان يكون دافي باش تخمرنا هاد البريوش ديالنا بسرعه ان شاء الله. نستمروا في الخلط حتى تنسجم العناصر كلها قبل ما نضيف ان شاء الله الطحين، حتى الجوانب حتى هي نجمعوها. الرائحه رائعه، بديك الحامض، القشره ديالو، القشره ديال البرتقال، كتعطي واحد المذاق هائل. وان شاء الله منين غادي ندوز الزبيب والشكلاط حبيبات غادي يعطي واحد الخليط متجانس ولذيذ. هنا غربلنا الطحين ان شاء الله تقريبا واحد 4 د الكيسان، حنا غادي نشوف شحال غادي تهز لنا، وواحد الخميره ديال الحلوى. غنبداو نزيدو الطحين بشويه بشويه، المهم هو انها ما تجيناش ثقيله. تقدر تهز قل من 3 د الكيسان، تقدر تهز كثار، على حسب البيض الحجم ديالو وعلى حسب الكاس اللي عبرنا به. المهم في الاخير خاصها تكون عندنا واحد العجينه اللي هي رطبه. دابا ان شاء الله غنبدا نزيد بشويه بشويه الطحين على الخليطه ديالي ونخلط، كنخلطو بشويه بشويه. كما كنشوفو مازال خصها الطحين، غنخلط هادشي ونزيدها عاوتاني الطحين. دابا درت شويه ديال الدقيق الابيض فورس مع واحد الخميره ديال الحلوى، كنجمعوا العجين ديالنا، كنزيدوا واحد شويه ديال الزبيب على حسب الكميه المتوفره. انا كان عندي قليل، تقريبا ملعقه كبيره ديال الزبيب، وزدت هنايا نص كاس ديال الحبيبات ديال الشوكولاته السوداء، وغادي نخلطهم مع العجين ديالي حتى يتجانسوا كاملين ويتفرق هذاك الشيء على العجين. العجين ديالي هو هذا، القوام ديالو كيكون خفيف، استعملت يدي في الاخير باش نخلط. صافي دابا غادي نغطيوه بالبلاستيك الغذائي ونغطيوه بواحد منديل يكون شويه سخون باش نخليو هاد العجينه تطلع مزيان، يضاعف الحجم ديالها، عاد غادي نفرقوها على شكل كويرات في الاناء الفرن. منين كتخمر لنا العجين ديالنا كيضاعف الحجم ديالو وكيزيد يخفف كما كتشوفوا. غادي نكون وجدت واحد الكويسات دهنتهم بالزيت، وغنبدا ندير فيهم شويه شويه من هاد العجين. الكويسات ديالي ها هما دهنتهم كلهم بالزيت، دابا غادي نعمرهم، كل وحده نعمل فيها كميه صغيره من العجين. ها هما المخبوزات ديالنا، غادي نخليهم يخمروا مره ثانيه حتى ينتفخوا مزيان، وعاد نعملهم في الفرن ان شاء الله ونشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. من بعد ما كيخمروا المره الثانيه كيكونوا على هذا الشكل. صافي غادي ندخلهم الفرن، ممكن تدخلهم الفرن غير بحال هكذا يكون مسخن سخن يعني من قبل، والا ممكن ترشوا عليهم شويه ديال السكر حبيبات، ولا ممكن تدهنهم بالبيض، المهم انا ما غندهنهم حتى بشي حاجه، غنخليهم بحال هكذا وغادي ندخلهم الفران ان شاء الله.
كتبنا خمره مزيان كما كتشوفوا الفقاعات ديال الهواء هما باينين مزيان في الصوره. صافي كما قلنا ان شاء الله غندخلوها الى الفرن. لي بريوش ديالنا من وجدهما هادو كما كتشوفوا من بعد ما خرجناهم من الفرن كيتشقوا بحال هكذا كما كتشوفوا كيتنفخوا مزيان كيجي ديك الشوكولاته باينه فيهم والزبيب وكيجيو هشاش كما كتشوفوا مقطنين. المذاق ديالهم كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وهذه كتبقى احسن حاجه اننا نصاوبوا حويجات في الدار ومنشيوهمش من الطنقه لان ما كنكونوش عارفين كيفاش داكشي مصاوب خصوصا الاطفال غالبا كيكونوا منكهات وملونات واشياء اللي كتكون ضاره فهذه كتبقى حاجه اللي هي اقل ضررا واخا ماشي 100% طبيعيه ولكن اقل ضرر كنكونوا عارفين شنو عملنا حنا في المكونات والمذاق كيجي رائع جدا. نتمنى انكم تجربوهم وما تنساو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والى عجبتكم الوصفه وجربتوها خليونا في التعليق كيفاش جاكم المذاق ديالها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.